أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم صارت أجواء ربيعية دافئة في عموم مناطق المملكة، درجة الحرارة كانت أعلى بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، لكن اعتبارا من يوم غد تبدأ المملكة تتأثر بكتلة هوائية حارة نسبيا تعمل على ارتفاعات واضحة على درجات الحرارة ليسود طقس حار نسبيا في أغلب المناطق. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تسود أجواء صافية بشكل عام، 21 درجة مئوية، الملموس أيضا 21، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون خفيفة السرعة. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة نبدأها بالمنطقة الشمالية، إربد 31 إلى 20 مع طقس صافي، المفرق 35 إلى 21، جرش طقس صافي أيضا 34 إلى 23، وعجلون 30 إلى 20 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 36 إلى 23، البلقاء 31 إلى 21، عمان 32 إلى 21، مأدبة طقس صافي 33 إلى 20، والبحر الميت 37 إلى 28 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، الكرك 33 إلى 21، الطفيلة 31 إلى 21، الشوبك 29 إلى 21 مع عين طقس حار 36 إلى 23، والعقبة درجة الحرارة تلامس 40 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 26 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الشرقية، الأزرق طقس حار 39 إلى 23، الصفاوي 39 إلى 22، ورويشة 38 إلى 24 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.